يا جماعة الخير، الشرطي هون دخل على إجري ورافض إنه يشلح بوته، وبيبلغ إنه هون مش مسجد وهون مش المفروض يشلح من إجره بالمرة. بعد ما طلبنا منه أكثر من مرة إنه يشلح بوته رافض. شايفين المسجد كيف دخل على السجاد من الباب هذا مباشرة له واقف ببوته. أصاب بيبغيتش أن يبين؟ لا، شو مدفع بيبغيتك؟ مش شيء أمرت لخبك كودم دبرت بعرفيت أخشف. كين سلام خوفي أنا مسلم. أنا يودع. لخسر. ما تلا ما تعسّي زي لطوف. ما تعسّي زي لطوف. لما لطوف؟ لطوف. تزيزولي. تقولي أنا إليك. أنا بتصير تصريكات. لقد شكرت بسرعة. أنت يأخذ استكير ما غديلك. ما شعر أنت يأخذ استكير. لطوف. ما زي. אני אפסת מה שאני רוצה. אתה יכול מהכניסה להסתכל, לא מכאן. אני שם, אני לא סוף שום דבר. طلع يا جماعة الخير، هي شرطة إسرائيل اللي بتقول لك باحترام الأديان. طلع كيف بدخل على بوته، عماله بدخل وعماله بتعنطر وبتحدى عماله، كل المسلمين بتحدى عماله بدخوله للمسجد في بوته وبأسلوبه السيء جدا. تفضل يا عالم، تعال تفرج شو بيصير باب الرحمة، تعال تفرج شو بيصير بالمسجد الأقصى. هاي هي الشرطة، هذه هي الشرطة، وهذا اللي بتسويه عماله. سجاد ولا سجادة إلا دعس عليها وعماله بتعس سجادة سجادة وبتحدى وبتحدى عمال. مش ولا إشي تمش ولا إشي ولا إشي تقيمله. لا ما تمربيت ولا إشي تقيمله. أنا خسر أخري شي يتسين عسين كيول أخري شي يتسين. أنت تسين شم دابا أخري شي عبرت كل شي عبرت عبر شكاتي. يا طبعا الوصول مجموعة من الشرطة على أساس إنه يعني الوضع حاجة. شايفين هذا هو الشرطي الضابط اللي بيستفز كل مشاعر المسلمين، هو واربع خمسه شرطه معه دخولهم على المسجد بحذيتهم. هذا هاي هي الشرطه، هذا اللي بيسووه.